يقول: ما حكم من يدعو الله في أبيات شعرية ويقول يا أنت؟ وهل من أسماء الله هذا الاسم؟ مع العلم أن هذه الأبيات الشعرية في بعض الكتب وهي ما زالت تطبع. هذا غلط، أن يقول يا أنت هذا دعاء، ويدعو ضمير مخاطب، وليس من أسماء الله أنت، بل هذا يشبه قول الصوفية يا هو هو، يجون بهو لفظة هو، هذا ضمير، هو هذا ضمير، وأنت هذا ضمير، فالذي يدعو الله بالضمير هذا هذا مخالف للمنهج السليم في دعاء الله سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأنت أو هو ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم.